كني مو جايكي نو؟ عفكر شو بده يكون ردي؟ وإيش بده يكون ردك يعني؟ عملي مثلي وحلفي يمين على رجال ولا تقربي عليهم طاول. بس ما انتو ظريف. إيش قصتك لك ندى؟ لا تكوني عم تفكري بالموضوع عن جد. وليش لا؟ يعني أنا مو من حقي إني أتجوز مرة تانية؟ لك بس هدول الرجال كلهم نفس الجنس والشكل واللون، إيش بدك فيهم؟ هدول جماعة ما فيهم خير. بعدين دخلك إيش ناقصك؟ هي عايشة بلاهن ومكيفة. ناقصني أعيش مع واحد حبه ويحبني، مع واحد هيك يكون حنون. ما بعرف هاد اللي ناقصني. إيه بس هدول عقارب بمصوا الحلاوة اللي بدمنا لآخر نقطة وبعدين بزتونا ورا ظهرن. لك اسمعي مني إيش بدك فيهم؟ أنا مثل أختك وبحبك يا ندوش، اسمعي مني. بس انتي ما كان هيك حكيك وقت اللي عبد الله الله يرحمه طلب يتجوزني. حتى انتي اللي شجعتيني اني اتجوز. ايام عبد الله شي وهلا شي تاني. هلا مانك بعازت جواز طاول، عم تفهميني؟ تصبح على خير. Thank you.